الله، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج المؤشر. نتابع معكم ختام التداولات على هذه الجلسة، ثاني جلسات هذا الأسبوع. تراجع انطلق منذ جلسة الأمس على مؤشرات السوق، وإن كان تراجعا طفيفا لكنه مؤثر على بشكل عام على الشركات القيادية، وكذلك أيضا بعض الشركات الصغيرة عدا شركات نشطة هي بالأصل. سواء ارتفع السوق أو حتى تراجع مثل جي اف اتش واللي حاضرة لأكثر من جلسة وأكثر من أسبوع على القمم في الكميات، وكذلك أيضا ربما في السيولة. نتابع إن شاء الله معكم تفاصيل ثاني جلسات هذا الأسبوع من الزميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت. ومساء الخير أبو عبد الله. مساء الخير رائد، مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. طبعا رائد، التراجعات واللون الاحمر هي سمه هذه الجلسه منذ البدايه حتى هذه اللحظه، وانا في هذه اللحظات قاعد اشوف فعلا في عروض وفي طلبات قويه جدا خاصه على الوطني وبعض الشركات القياديه. الوطني انتفض في الدقائق الاخيره، طبعا قبل الاقفال بعشر دقائق تقريبا تغير وضعه من تراجعات الى لون اخضر. ما عندي وقت، هذا هو الاقفال حاليا مشاهدينا الكرام، تم اقفال المزاد، نذهب مباشره للاقفالات مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات ونرصد التحركات الاخيره اللي تمت في اقفال المزاد ووضعية هذه الجلسة. لذلك مشاهدينا الكرام، الشاشة هي من تقرأ هذه الإخفالات، وتراجع 21 نقطة للسوق الأول وتراجع 3 نقاط للرئيسي و16 نقطة للسوق العام. واضح مشاهدينا الكرام التراجعات واضحة لمعظم الشركات دون استثناء في هذه الجلسة. لاحظ شبال الزور، ميزان، الأهلي المتحد، البحرين 277 تراجع بقوة، جي اف اتش اللي صار عليه دخول قوي جدا اقفل 108 في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. والسيولة بالنسبة للسوق الأول 23 مليون و305 ارتفعت السيولة بإقفال المزاد لأن صارت تداولات قوية على الوطني 6 مليون و987، الخليجي تراجع فلس 4 مليون و293، الدولي تراجع فلس عند 211 571، في تراجعات بيتي كان مستقر تراجع في نهايه الجلسه، فلسين، بوبيان ثلاث فلوس، استثمارات وطنيه ثلاث فلوس، مشاريع تستقر، الامتياز بتراجع فلسين، عقارات الكويت مستقره، المباني بتراجع ست فلوس، الصناعات الوطنيه باستقرار، كيبلات بارتفاع اربع فلوس كانت متراجعه اثناء الجلسه، بوبيان كيماويات كذلك بتراجع خمس فلوس، القرين بتراجع سبع فلوس، اجلتي فلسين صعودا، زين ثلاث فلوس، هيومن سوفت 36 فلس، ونلاحظ ارامكو بفلس، الاهلي المتحد البحريني يتراجع بقوه في الفتره الاخيره ثلاث فلوس، وبنك وربه يرتفع فلس بعد نهاية الاكتتاب، أمس كان آخر يوم الاكتتاب بزيادة رأس المال حوالي 27%، ميزان فلسين والمتكاملة فلس، شمال زور تراجع فلس، وشركة البورصة تتراجع 16 فلس. على طار شركة البورصة، المفروض الافتتاح يكون باكر، تأجل الافتتاح مشاهدينا الكرام لحد الآن لم تحدد، طبعا افتتاح قاعة التداول لحد الآن لم يتحدد موعد لهذا الافتتاح، لذلك التأجيل تم في هذه الجلسة اللي عليه ظروف قاهرة. أعتقد أنه يعني خلال اليومين راح يبين معانا إن شاء الله متى افتتاح هذه الجلسة. لاحظ جي اف اتش اقفل على 108، لاحظ الشراء قوي جدا، الأولى بعد أن كانت نشطة مشاهدينا الكرام تراجعت في نهاية الجلسة 84.1، ولاحظ ضغط بيع عليها صار في نهاية الجلسة. جي اف اتش يعني افضل شركه تداول جي اف اتش، اللي ماسك السوق جي اف اتش، اللي ماسك السوق في نهايته جي اف اتش مشاهدينا الكرام. هذا بالنسبه للسوق الاول ذكرنا لك، خلينا نشوف السوق الرئيسي والصفقات اللي قاعد تتم. اغلب الصفقات حاليا جي اف اتش، شمال زور 230، استثمارات وطنيه 232 كانت متراجعه يعني الى 228 تقريبا، اكثر من 5 فلوس او 6 فلوس كانت متراجعه، استثمارات وطنيه عدلت في نهايه الجلسه الى 3 فلوس، ياكو الطبيه كذلك بيتي 832 معروضا 832، زين 593 تراجع واضح لزين في هذه الجلسه، زين تراجعت ثلاث فلوس بعدين كانت نشطه في بدايه الجلسه، يعني اغلب الشركات كانت نشطه في بدايه الجلسه لكن تراجعت بقوه. لاحظ جي اف اتش شراء قوي جدا على جي اف اتش، شراء قوي جدا مشاهدينا الكرام على جي اف اتش في نهايه هذه الجلسه، بيتك كذلك 832 كذلك الشراء على بيتك، لم يتبقى الا 67000 على بيتك معروضه، الاولى 84.1، بريق 37.8، الاولى 84.1. راح نشوف معاكم مشاهدينا الكرام شركات السوق الرئيسي في هذه الجلسه، التجاري بارتفاع فلس، الاهلي على استقرار، المتحد بتراجع فلس، بريق فلسين 2.6 تراجع قوي جدا على بريق، الكويتيه باربع فلوس، مساكن تتراجع فلس و19 فلس، دلقان ثلاث فلوس، العيد بفلس، عمار تتراجع فلس ونص، التسهيلات بفلس ارتفاعا، ايفا كانت نشطه لكن تراجعت فلسين في نهايه الجلسه، الساحل تراجع فلس، البيت يرتفع فلس، وارزان بفلس، ونلاحظ المركز المالي يستقر، كمية في ارتفاع فلس، الاولى تراجع فلسين بعد ان كانت نشطه لغايه دولة 18 مليون 789 وكانت نشطه لكن مطلوب 14.84.1، الخليجي يرتفع فلس في نهايه الجلسه بعد كان مرتفع حوالي 9 فلوس، اعيان تتراجع وبيان كذلك، واصول كيفك مشاهدينا الكرام كذلك بارتفاع، بكامكو بارتفاع فلس، وطريق الدولي القابض بفلس. لاحظ اغلب الصفقات جي اف اتش، يعني جي اف اتش يسيطر على التداولات،
جي اف اتش يسيطر على التداولات مشاهدينا الكرام، مدار بيدفع 5 فلوس، السلام على تراجع صفات 3 فلوس ارتفاعا في نهايه الجلسه، السلام على تراجع صكوك بتراجع، نور 11 فلس تراجعا، السورية كذلك بتراجع، آسيا بارتفاع، وخليج التأمين ب 51 فلس تراجعا. اليوم الخليج التأمين تداول من غير أرباح. نلاحظ الشراء مشاهدين الكرام، منتزهات المعدات مشاريع الكويت الأولى 84.1، نلاحظ الشراء في نهاية الجلسة. أما شركات التأمين فعندي وربا كذلك بتراجع، الإعادة بتراجع، وثاق والتكافل تراجع، وثاق التأمين تكافل بتراجع، العقارات المتحدة بتراجع، الوطنية العقارية تستقر، الصالحية بتراجع 7 فلوس، تبديل عقارية ارتفاع 8 فلوس، والجيال بأربع فلوس ارتفاعا، عربية عقارية المتراجع، الإنماء بتراجع، إنجازات ترتفع عشري الفلس في نهاية هذه الجلسة بالدولة قليلة جدا حوالي 150 ألف فقط لا غير، التجارية على استقرار، سنام تتراجع فلس فاصلة 4، عيان العقارية بتراجع، العقارية بيرتفع عشر الفلس، مزايا عشري الفلس، وتجارة تستقر، التعمير بتراجع، وأركان كذلك بتراجع، دبي الأولى مشاهدين الكرام المرتفعة فلسين فاصلة 3 في هذه الجلسة، منازل بعشر الفلس، مدينة الأعمال بفلس ارتفاعا، ميناء على تراجع، مراكز كذلك، رمال بتراجع، بورتلاند بتراجع، المعادن كذلك، والسكب بتراجع، سيكو بثلاث فلوس ارتفاعا، وطنية المواد البناء بيرتفع فلس. لاحظ الشراء مشاهدينا الكرام، لاحظ الشراء في نهاية الجلسة، جي اف اتش 108 الشراء، ما زال جي اف اتش هو المسيطر على التداولات، ما زال جي اف اتش يسيطر على التداولات، هل يطلب ولا لا؟ ما ادري، راح نشوفه، راح نوصل له ونشوف هل هو مطلوب ولا معروض في نهاية الجلسة. المعدات بتراجع مشاهدينا الكرام، استهلاكية بيرتفع 4 فلوس، الصلبوخ ب 13 فلس، وربا كابيتال ب 4 فلوس، سينرجي المرتفعة والتعليمية والتنظيف في مركز سلطان، وعربي قابضة تراجع 15 فلس، عربي قابضة تراجع واضح لعربي قابضة منذ جلسة الأمس بعد ارتفاعات قياسية في الآونة الأخيرة. نابسكو كذلك مشاهدين الكرام بارتفاع، المعامل بارتفاع آن المتراجعة، والتخصيص كذلك بتراجع، بيت الطاقة بارتفاع فلسين، بتر جلف على تراجع، وامتيازات المتراجعة في نهاية هذه الجلسة. ونلاحظ آبار ثلاث فلوس ارتفاعا، إيفا فنادق فلس فاصلة 9 تتراجع في هذه الجلسة، المشتركة فلسين، وأسس فلسين، مشاعر بتراجع، حياتكم ترتفع ثلاث فلوس في نهاية الجلسة، مبرد بتراجع، منتزهات كذلك بتراجع، ياكو طبية فلسين، الجزيرة 14 فلس، السور بفلسين، وفيوتشر كيد كذلك مشاهدينا الكرام بارتفاع 10 الفلس. ونلاحظ استقرار للقابضة البصرية الجيرة، ارتفاع لجي اف اتش 3 فلوس معروضة، ما زال جي اف اتش معروضا مشاهدينا الكرام، 3 مليون و400، تداول 100 مليون و661. لاحظ جي اف اتش في نهايه الجلسه، لاند العقاريه تسجل مستويات متدنيه للغايه 95.3، اعتقد انه اقل سعر توصل له منذ الادراج، اعتقد ان هذا السعر وصلت للاند العقاريه، سكرنا حاليا مشاهدينا الكرام ب جي اف اتش معروضا 108، 3 مليون و400، تداول 10 100 مليون و661. نلاحظ السيوله ترتفع الى 46 مليون و409 و40، يعني نقول 46 مليون 650 في نهايه هذه الجلسه. ونلاحظ فعلا المشاهدين الكرام في تراجعات واضحه لبعض الشركات، اونفست اليوم منطقه الخضراء، اس تي سي اللي كان تقييمها فوق مستوى الدينار لاحدى شركات التقييم طبعا، ونلاحظ اليوم 18 فلس ارتفاعا، لاند العقاريه فلس فاصله 3، جي تي سي ترتفع فلسين في هذه الجلسه مشاهدينا الكرام، واونفست اليوم نشط الغايه، نلاحظ 3 فلوس ارتفاعا 4 مليون 900، ومطلوبه على 129 509 على اقفالها، اونفست فعلا فيها نشاط مميز في الاول الأخيرة. كذلك الجزيرة اليوم لاحظنا فيها الدولة جدا ممتازة 14 فلس، السور كذلك من ضمن الشركات المميزة في هذه الجلسة، في شركات اليوم مميزة رغم وجود بعض التراجعات مشاهدين الكرام، لكن تأتي التراجعات ويأتي الضعف من السوق الأول، الضعف يأتي من السوق الأول الوطني، يعني هو الأنشط تقريبا في الدقائق الأخيرة. الخليج يستمر بالتراجعات، الدولي برقان استقر بعد زيادة رأس المال، بيتك فلسين يعني تراجع في هذه الجلسة، يطلب في نهاية الجلسة، بنك بوبيان لم يستطيع الصمود فوق مستوى 800، اليوم تراجع إلى 792، استثمارات الوطنية بسبب التسهيل اللي راح يتم مباشر بعد باكر، إدارة تنفيذ وزارة العدل في تسهيل حوالي فوق 40 مليون سهم على الاستثمارات الوطنية مديونية، هذا الأمر أثر على الاستثمارات الوطنية وتراجعت اليوم لمستويات متدنية، لكن تماسكت عند هذا المستوى، المشاريع على تراجع على استقرار، الامتياز تتراجع اليوم تحت مستوى 120، وعقارات الكويت المستقرة، المباني كذلك بتراجع مشاهدينا الكرام، الصناعات الوطنية تستقر، وبانتظار الجمعية العمومية اللي راح تتم الأسبوع القادم اللي فيها زيادة رأس المال تقريبا 100%، والبوبيان كيماويات طبعا متراجعة 5 فلوس، القرن 7 فلوس، وزين 3 فلوس، زين لم تستفيد من خبر يعني بيع زين السودان وبمليار و300، هذا الأمر طبعا لحد الآن في فحص لا في الجهالة تو الناس، لكن لاحظنا يعني عدم تفاعل زين لجلسة واحدة، ومن ثم بدأت التراجعات، هيومن سوفت تراجع في هذه الجلسة 36 فلس،
تراجعات حادة اللي هي منسوب في الآونة الأخيرة. البحريني كذلك من ضمن الشركات اللي الكل يتساءل أسباب التراجعات الغوية من مستوى فوق 294.95 يتراجع إلى مستوى 277 مع مطلوبا. بنك وربة بارتفاع، ميزان بارتفاع المتكاملة مثل ما ذكرنا قبل شوي بارتفاع، شمال زور متراجعة في هذه الجلسة، وشركة البورصة اليوم تراجع 16 فلس. كنا منتظرين افتتاح قاعة تداول مشاهدين الكرام، كان راح تكون احتفالية كبيرة جدا ولكن لظروف قاهرة تأجل إلى موعد راح يحدد لاحقا. هذا بالنسبة للسوق الأول. أما السوق الرئيسي ومشاهدين الكرام فلاحظنا يعني فيه بعض الضعف اليوم في بعض الشركات، قيادة شركات ارتفعت في جلسة أمس باستثناء جي أف إتش هو الأبرز يعني، ولاحظنا في كم شركة اليوم وضعيتهم جدا إيجابية كمزايا وكذلك منازل فيهم، هذه ضمن الشركات فيهم نشاط جدا ممتاز، وكذلك لاحظنا اليوم صفات وضعيتها جدا إيجابية فيها نشاط واضح، وكذلك دبي الأولى من ضمن الشركات النشطة في هذه الجلسة. ولاحظنا اليوم شوف لاحظ مزايا مشاهدين الكرام 78 دولها 7,618,000، ولاحظنا اليوم تماسك لبعض الشركات العقارية الأخرى. لكن الوضع العام مشاهدين الكرام ضغوط بيعية واضحة في الآونة الأخيرة وتراجعات على بعض الشركات القيادية أدى إلى تلون المؤشرات في المنطقة الحمراء، وليه الحين إحنا يعني لحد الآن مشاهدين الكرام مو قادرين نستقر عند مستوى معين. متى ما استقرينا أعتقد الوضع راح يكون جدا إيجابي وراح نشوف ارتفاعات جدا ممتازة للسوق خلال الفترة القادمة، ونتأمل إن شاء الله مزيد من الثبات خلال الجلسات القادمة ومن ثم صعود إن شاء الله، ونأمل التوفيق للجميع وكل الشكر لك رائد ولمشاهدينا الكرام. شكرا لك عايد، يعطيك العافية. إذن مشاهدينا الكرام هكذا تابعنا معكم ختام هذه الجلسة على هذا النحو. ثاني جلسات هذا الأسبوع تراجعات، زادت أيضا حدة التراجعات في اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة على مستوى مؤشرات السوق 16 نقطة حمراء لمؤشر السوق العام مشاهدين الكرام، كذلك أيضا 21 نقطة للسوق الأول عند 7,593 نقطة بعد أن كنا نتداول على ما فوق مستوى 7,600 نقطة في السوق الأول. كذلك السوق الرئيسي بثلاث نقاط وهو اللي كان متماسك نوعا ما في هذه الجلسة والأخف وطأة من التراجعات عند 5,893 نقطة 46 مليون دينار هي تداولاتنا في هذا اليوم، وكانت يعني يغلب عليها البيع أكثر من الشراء رغم أن كان الافتتاح اللي تابعناه اليوم مشاهدين الكرام كان إيجابي وكان له مؤشرات إيجابية، لكن سرعان ما تراجعت مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذن مشاهدين الكرام نذهب مع ضيفنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت، من هناك معنا الأستاذ ميثم الشخص الخبير في أسواق المال. حياك الله أستاذ ميثم، يا هلا ومرحبا فيك. يا أهلا وسهلا أخي رائد، نرحب فيك ونرحب في مشاهدي تلفزيون الكويت. حياك الله أبو إبراهيم. التراجعات بدأت الآن يعني تتسم في هذه المرحلة، خاصة في هذا الأسبوع مثل ما شفناه بصورة واضحة في يوم الأمس واليوم. تعليقك على أجواء هذه المرحلة بعد أن كنا في تباين شديد استقرينا على مثل هذه المستويات القليلة من التراجعات؟ نعم حقيقة يمكن بدءا من القيمة المتداولة يمكن تراجعت إلى مستويات أقل مما كانت عليه في الفترة السابقة. في شهر مثلا أكتوبر وشهر نوفمبر كانت التداولات جدا يعني مرتفعة، تجاوزت 100 مليون دينار لأكثر من جلسة. في حال يعني يمكن التداولات عندما تتراجع في قيمتها نقول في مستوى 70 مليون دينار نقول أنها تراجعت، في مستوى 60 كذلك. اليوم متوسطات التداول ارتفعت عن السابق في عام 2021 عن عام 2020 بشكل كبير. تبقى أن أسباب التراجعات المتفاوتة بين الحين والآخر. في جلسة اليوم على سبيل المثال نشاهد أن هناك ارتفاع في نمط التداول في السوق الرئيسي، السوق الأول 23 مليون دينار، السوق الرئيسي 22 مليون دينار، قريب جدا من مستوى التداول، لكن ما يقارب تقريبا يعني احنا نصف تداولات السوق الرئيسي كان لسهم واحد جي اف اتش اكثر من 10 مليون دينار بتداولات نشطة استثنائية. يعني حقيقة يمكن المؤشرات إذا ما قارناها منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن نجد أن هناك ارتفاع محدود، يعني جلسات الجلسة أمس جلسة اليوم يمكن قلصت من مكاسب جلسات نهاية الأسبوع الماضي. المكاسب فقط يمكن 19.85 للسوق الأول نقطة و52.52
النقطة للسوق الرئيسي. إجمالي مكاسب السوق في عام 2021 منذ بداية العام وحتى نهاية الجلسة اليوم أكثر من 25% للسوق الأول، 25.5 تقريبا، 25.5%، 29.5 تقريبا للسوق الرئيسي. يعني هذا دلالة على أن السوق الرئيسي أنشط بارتفاعه فيما يخص المؤشر، فيما يخص الأسعار في السوق الرئيسي. السوق بشكل عام، مؤشر السوق العام 26.5 ارتفاع منذ بداية العام. خلال هذا الشهر ما مضى من تداولات في شهر ديسمبر حتى الآن، المكاسب للسوق الأول ب 3.2%، 2.9% للسوق الرئيسي. السوق الأول أنشط في هذا الشهر عن السوق الرئيسي. السوق الرئيسي كان في شهر نوفمبر أكثر ارتفاع وأقل خسائر حتى في يعني الجلسات الأخيرة من عام، عفوا، من شهر نوفمبر الماضي. نعم أستاذ ميثم، أوضح فرصة يعني تمت في هذه المرحلة القليلة هي جي اف اتش، كما هو واضح في بداية يعني الشهر تقريبا كانت يعني وصلت إلى مستويات بالثمانين فلس، عادت مرة أخرى اليوم حققت مستوى جديد يعني 108 فلوس. تكلمنا عن جي اف اتش، عن هذه الفرص اللي خلقتها جي اف اتش رغم تراجعات السوق، رغم أيضا تبايناتها هي بين جلسة وجلسة. نعم، حقيقة يمكن هذا السهم كون أنه سهم يعني مو كويتي، هو في الأساس مصرف بحريني، مدرج في بورصة الإمارات، مدرج في بورصة الكويت، مدرج في بورصة البحرين، كان مدرج في بورصات أخرى وتم إلغاء الإدراج. كانت هناك يعني تحركات لمثلا إعادة تمركز هذا السهم، لكن خلال يمكن الفترة الماضية، وأنا أذكر تحديدا يمكن قبل أكثر من يعني حلقة، تكلمنا أيضا عن هذا السهم، وفي وقتها كان تراجع إلى مستوى يمكن 92 فلس، يعني كان قد أتى من مستوى فوق 100 فلس، وذكرت أن هذا السهم يعني مرشح إلى العودة إلى فوق مستوى 100 فلس، كون أنه سهم مضاربي تعود عليه المستثمر خاصة في الكويت بأن يركز عليه، لأنه سهل المضاربة، سهل أن يسجل ارتفاعات بشكل كبير. هناك يمكن بعض الأمور التي تحيط في المعلومات الخاصة في المصرف تساعد على مثل هذه المضاربة، لكن يعني أنا أود أن يعني أشير إلى أن المضاربة الإيجابية لهذا السهم وراء ارتفاع السيولة بشكل كبير جدا. أي معلومة تأتي تفيد وترشح من يعني بعد إعادة الهيكلة وبعد تحقيق أرباح وبعد الكثير من القضايا الهامة لهذا المصرف، الآن يعود مرة أخرى إلى الارتفاعات التدريجية نوعا ما، يعني في القيمة المتداولة أتكلم، وهذا ما يرشح السهم بأن يكون محط أنظار المضاربين بالدرجة الأولى، ولذلك ينجح المضارب في تحقيق مكاسب من هذا السهم في الارتفاع وفي الانخفاض. شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية الخبير في أسواق المال الأستاذ ميثم الشخص، كنت معنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر، نلقاكم إن شاء الله وأنتم دائما على خير في تداولات الغد. مع السلامة.